بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من يضع سلل الجزور على كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قالوا في ناديهم، يريدون الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعث أشقى الناس عقبة بن أبي معيط، فقال أنا. فتركوا النبي حتى سجد، بعدين اطمأن في مناجته لربه، ثم عمد إلى سلل الجزور بكل نجاساتها، ثم وضعه على كاهل سيدنا الحبيب. صلوا على الحبيب، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله حتى ترضى. فالنبي لما أحس ببرودة هاته النجاسة عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يرفع من النجاسة حتى لا تنتشر في الجسد كله. وحينها أطلت من قوة الحجرة فاطمة رضي الله عنها أصغر بناته، فخرجت باكية دامعة العينين، فأزالت النجاسة على كاهل النبي، والآخرون يقهقهون ويضحكون ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. فرفع النبي رأسه فرأى دموع فاطمة رضي الله تنهمر على وجنتيها، فعز عليه ذلك فقال: يا فاطمة لا تبكي، إن الله مانع أباكي. ثم توجه القبلة فدعا: الله، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بالحارث بن النضر، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. فدعا عليهم واحدا واحدا، فأنزل الله قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. الله يكفيك المستهزئين. فقال ابن مسعود راوي الحديث: فرأيناهم صرعا كلهم في غزوة بدر، فلم ينجو أحد منهم، لقد انتقم منهم الله. الله يغار على حبيبه، خيرة خلقه صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتم ما صنع الله تعالى بذلك الرسام الكاريكاتوري، احترقت سيارته العام الماضي في مثل هذه الأيام، ولم يستطيع رغم الإمكانيات ورغم كونه كان معه من يحميه من رجال الأمن، احترق حتى تفحم. الله، ألا يتعظ هؤلاء؟ ألا يترك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألا يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين هو قدس الأقداس؟ ألا يعلموا أن رسولنا هو شفيعنا يوم القيامة، هو معلمنا، هو قدوتنا، هو أسوتنا؟ لماذا عياذا بالله يستهزئون عياذا بالله بحبيبنا رسول الله؟ لماذا لا يتوقفوا؟ ما مناسبة هذا الكلام؟ المجلس الأعلى الإسلامي بمالي، الدولة الإسلامية التي يوجد في أكثر من 95% من المسلمين، نشرت بيانا تطلب فيه من السكان كلهم الخروج للاحتجاج على هذا الفيديو الأخير الذي أشاعه ونشره 6 من الماليين، منهم كاتب، وفيها إساءة لرسول الله والإسلام والمسلمين. الله أكبر. وإذا بالشعب المالي يخرج عن بكرة أبيه، مليون وأكثر من مليون يصدحون وقد رفعوا اللافتات: رسولنا خط أحمر، رسولنا حبيبنا اتركوه. ألا تتوقفوا عن الاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ إنه رسول الله، حبيب الملايير، إنه الحبيب الذي لا يريد المسلمون أن يصاب بشوكة في قدمه حينما كان حيا، الذي كان الصحابة يضحون بأنفسهم من أجل حبيبنا رسول الله. وهذا الحب مستمر في الأجيال، هو حب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحي الله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مالي، وحي الله الشعب المالي، وحي الله المسلمين في العالم، وحي الله هذا التنديد الوارد من كل المسلمين في كل الكرة الأرضية، لأن القضية قضية قدس الأقداس، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة قد تمرض ولكن لا تموت. نعم، قد تبدو على أمة رسول الله عوارض الأمراض، ولكنها أمراض إلى شفاء قريب بإذن الله. نعم، أمتنا ستبقى حية، ودليل حياتها هو هذه الحيوية التي تظهرها الأمة في
في كل مرة يساء إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، حتى يتعجب البعض كيف لرجل مات 15 قرنا خلا كلما أساء إليه أحد من السفهاء إلا وتداعت الأمة في المشارق والمغارب من أجل أن تتظاهر وأن تندد. فحبيبها لا يمكن أبداً أبداً أن يكون مثاراً للسخرية أو الاستهزاء. لا إله إلا الله. فما هي النتائج؟ قامت النيابة العامة بالقبض على هؤلاء الستة، منهم كاتب، ووضعوا تحت الحراسة النظرية، ثم توبعوا بقضية الإهانة الدينية، الإساءة للدين التي قد تؤدي إلى إثارة القلاقل في المجتمع. وأما الآخر صاحب الفيديو فإنه لحد الآن لا يعرف خبره ولا يعرف المكان الذي التجأ إليه، يختبئ كما تختبئ الفئران، لأن الله قال إنا كفيناك المستهزئين. وإن المتابعين في هذه القضية هؤلاء الستة زيادة على هذا الذي يتابعون من أجله، وهو إشاعة هذا الفيديو، يتابعون أيضا لكونهم عياذا بالله يخفون مكان وجود هذا الشخص. الله، أي تواطؤ هذا؟ أي تواطؤ ما هذا؟ شوف أخويا، اختبئ حيثما أردت، وليكتب هؤلاء مكان وجودك، فإن المستهزئ برسول الله لم يكل الله أحدا من المسلمين أن يتابعه، وإنما هو تحت سلطة الله وقدرته وقبضته وإحاطة الله تعالى به علما وقدرة، فلن يفرح كثيرا. صدق الله العظيم، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.